في لبنان، وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، انخفاض في الجريمة بين العامين 2022 و2023، فكيف ترجم ذلك بالأرقام؟ احذروا أيها اللبنانيون، فعصابات سرقة السيارات باتت تنشط بشكل أساسي في أنواع محددة من السيارات. هذه الأنواع هي التي لا تحمل جهاز انجن إيموبيلايزر الذي يعطل كهرباء السيارة ما أن تبتعد عن صاحبها، على عكس سيارات أخرى فيها نظام حماية. الجهاز يمكن تركيبه لأي سيارة وبكلفة لا تتجاوز $50. ومن هنا فإن المطلوب من كل المواطنين أصحاب السيارات المعرضة للسرقة تركيب هذه القطع للمساعدة على الحد من جريمة سرقة السيارات التي تراجعت ما بين 2022 و2023 بنسبة 4.65% بحسب أرقام قوى الأمن الداخلي. وإذا كانت سرقة السيارات تراجعت نسبياً لكن بشكل غير كاف، فإن إحصاءات قوى الأمن تكشف عن تراجع عام في أبرز الجرائم خلال العام المنصرم. السرقة الموصوفة كالمنازل والمحلات انخفضت بنسبة 33.89%، القتل تراجع بنسبة 10.73%، النشل بنسبة 37.58%. هذا التراجع يعود أولاً لسرعة اكتشاف الجرائم من قبل القوى الأمنية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي انعكس انهياراً في قيمة رواتب السلك العسكري. والسبب الثاني هي تبليغات المواطنين اليومية التي ترد إلى المخافر والتي تصل إلى إلقاء القبض على المرتكبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم نشل الأوراق الثبوتية والسيارات أو القتل. وعليه فإن اللجوء إلى التبليغ خفض من نسبة الجرائم المتعلقة بالنشل أو السرقة أو القتل.